حدا غير امي، وانا ما بحبش حدا غيرك. الله يرحمك يا ما يجمعني فيك بسرعه، لاني والله ما بقدر اتحمل اعيش وراك. حد الدنيا كلها غيرك، شريت كل اهلي وكل الدنيا راحت منهم، بس انا ضليت. حسين هذا حبيبي، هذا بحسين. تزعلش لما انا مطولش بالحكي. متي يا روحي بشرتني، ان شاء الله انك هسه بالجنه يما. انت ادمي ومليح ومحبوب، بتصلي وبتصوم ادمي. انا ربيت خضر كل احترام ودلال، وكل اهله بيشهدوا كل اشي بحياته اشتهى انا اعطيته اياه. توفى ابوه صغير، اخذته امه ابوه صاحب وكل اشي. صار زلمه وعمره 13 سنه، بكى الزلمه يقعد مع الزلام، يجي الشباب ياخذوه. زلمه ابني بكى يصلي بكى يصوم بكى ادمي. اي واحد عليه مشكله، اي واحد تعبان، اي ابني يروح ينجده ينقضه. اي حد بكى تبكى بالطريق كلها، وين رايحه يا امه وين رايحه، يجي يوصلها. وكل الناس الحمد لله هذا اللي ورثوا خضر وراه، انه الناس بتحبه. خضر بكى مطيع لي، خضر بكى والابو والاخو والجوز والابن والصاحب، كل شيء بالنسبه لي. يعني قد ما يبكى عندي زعل، بس اقعد انا وخضر خلص. اخر موقف انا كنت مكبوت، حاسس انه في اشي بده يصير. نزلت بقول ليش يا ام انت زعلان، شكلك مكتومه. قلت لا حبيبي والله ما في اشي، المهم انت خليك مبسوط. حسيت انه زعل، قلت يا ام زعلت انك عملني هذا؟ قال لا يا ام انت حبيبتي. اجى بده يطلع، قلت يا ام بدك تروح؟ لو محلك ما بطلع. قال يا ام السامع الزناني والله شنو في اشي يا ام على الحواجز، تخليني اطلع. قلت الله يسهل عليك. اخذ الشباب وطلع، الله يرضى عليه. لما كانوا فاتوا على الخربة صرت أرن يكون لا يمكن الوصول، ولا خضر رد علي لا يمكن الوصول. في ناس قالوا لي إنه أجي على المستشفى، بدي أسحب حالي وأروح على المستشفى، بقول استشهد واليهود أخذوه. وما أخذوه، الله ينتكم منهم، ما أخذوهم، وربنا اللي أخذوه الحمد لله. هسا إن شاء الله بجنات النعيم، وإن شاء الله إني بطول وبلحقه، والأرض تبعت بتظل عنده جنة إن شاء الله، وبضل كل شيء بده اياه بضل ماشي باذن الله. بكى كل يوم بدي اعمل غرفه مطبخ حمام برنده بالارض، يطلع عليها تقعد فوق نصها. والله ان شاء الله انها تصير. انا الحمد لله، يعني انا هسه بتمنى من الله الموت بس المريحه اللي بس اصل ابني. انا بعرف انه هسه بس الجثه عندهم تصفيهم مش باكين اصلا، بخوفوش. وحياه ابوك ما بخوفوه، هم فاشلين.